يقول الصبر مفتاح الفرج، والجهد مفتاح الطموح. لازم تمسك في طموحك والتحلى بالصبر. اكتب عناوين الأمل واشطب عناوين الجروح، ولا تسمح ان الياس يقرب من طموحاتك شبر. خذ كل حاجة في الحياة بوسع صدر وطيب روح. ان شفت الافراح ابتسم، وان شفت الاحزان اعتبر. حياكم الله مشاهدينا الكرام في خامس ابرايمات هذا الموسم، الموسم الثاني من برنامج حياتك. حياكم الله متسابقينا واحبتنا جميعا. نبارك لبن دقلة حصوله على الذهبية الجوهرة، ونبارك الرايد لحصوله على الماسية، وناصر البقمي وابو زيد دخلوا في المجموعه. والله يحييكم تحيه المطر المعيدي، ما قصر، خذ الوقت كله، لذلك نبي نبدا الان. اعطونا القرعه. سب ناصر البقمي تفضل، المجموعه موجوده. اياك بعد راسك. اعطونا القرعه مره ثانيه. وقف حبيبنا عبد الله. طيب اعطنا القرعه بعد. وقف تفضل سلطان. موفقين يا شباب. يا شباب نقعد نفس الترتيب، نفس الترتيب كالعاده. كمل بس وقف. جميل. ابو زيده انت الاول في الجوله الثانيه. طيب كمل. وقف. محمد الثاني والاخير احمد. طيب موفقين خير يا شباب. من اللي قبل شوي قال عندي كلمه؟ محسن قول. على السريع بس على عجاله، ترى الوقت ما عاد معنا. ابشر اقول الله يبيض وجه الجمهور، احرجوني والله العظيم، هذه ثاني مره يعطوني الجوهره وانا والله العظيم اني منحرج منهم. بيض الله وجيههم كلهم والله العظيم، منهم تفضلوا علي وتجملوا فيني، لا ربعي ولا جمهوري ولا فريق دعمي. اقول الله يبيض وجيهكم، الله يقدرني ويرجمني. تستاهل، تستاهل كل خير يا محسن وموفق خير. طيب لا تنسوا شباب الباقي. يلا يا شباب بسم الله. يلا موفقين خير يا شباب. هلا بالشيخ. يا هلا بك. حياك الله وبياك. ناصر تفضل. ويستر. من حبيبنا الثالث. طالب منهم الريموت. سلطان القحطاني. كله كله. جاي. ايوه ممتاز. انت سويت اللي انا في خاطري اسويه من اليوم. قد قبل شوي كان مع السلم، قلت خلي اربع بس. ما عليه، ما قصر ناصر. اي والله ما قصر سلطان. والله يستر. تفضل حبيبنا ناصر. يلا حيا. الله يبقيك. يا مرحبا بالجميع. حياكم الله تحايا المطر. ترتيبنا زي ما هو يا شباب. الله زي ما هو في القرعه. ها طيب بسم الله وعلى بركه الله. ما عاد معنا وقت. اللي بيتكلم تقول شيء. اي ودي ارحب بس بناصر بين اخوانه وبالبراين. انا ارحب فيكم كلكم. عندي البيت بقوله. تفضل. يقول في بيت دائما يعني رده، يقولون ما العبد بدن على المقسوم. طيب وانا اقول صح، يقنع العبد مقسوم. يا سلام يا سلام يا سلام. بيض الله وجهك وعسى الله يوفقكم جميعا، واكيد كل واحد يرضى بمقسومه ويقنع بمقسومه. خلونا ننطلق. عظيم مما كتبه الله. سلطان شو خاطرك؟ والله اني تعبان، اقسم بالله اني تعبان. بطني ما تشوف شر قدامك. الساعه 2 توي خرجت من المستشفى قبل شوي، ولكني رجعت الحين والحمد لله. طيب شيك على مايكك. ايه الله يعطيك العافيه. تمام. طيب نبدا يا شباب. بسم الله يا كريم. ايوه طيب تمام. طيب ناصر حاب تقول شيء قبل ما نبدا؟ خلاص عبد الله توكل على الله. غريبه والله عندي، بس ما ادري احس اليوم في، تعرف يقولون الثالثه ثابته. الله يستر. لا 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 ترى ما هو بمبدا الثالثه ثابته ابدا. والله ما هو بمبدا. ما ادري اللي كاتبه ربي يصير. اللي كاتبه ربي بيصير، بس انا عندي احساس اليوم. الله يستر. اللي كاتبه ربي يصير. طيب ابتسم اقبل بسمه. شوف انا بقول لكم حاجه، بحكم اللي دائما نسمعه ودائما نشوفه في البرامج الواقع، يا ما شفنا ناس متواجدين في البرايمات دائما من اول الموسم الى نهايته. صح. وهم في نهايه المطاف يكونوا المبدعين، يكونوا الناس اللي يوفقوا. فلذلك تواجدك في البرايم ترى ما هو مقياس انها تشاؤم والى اخره. الله يسامحك. فبعدين انت تدخل البرايم تاخذ درجات وتطلع، امورك طيبه. يا اخي انا اخذ درجات، والغريب اني ما اخسر درجات وادخل برايم، شلون ما اعرف؟ عاد انت زي ما قال ابو زيد قبل شوي، في امور خلنا ساكتين. وش اللي مثل ايش امور؟ مثل ايش؟ ما ادري يا اخي، مو طبيعي. شوف انا صدق بيخصم علي بس مره. انت هنا تدري ايش قاعد تسوي؟ قاعد من ورا التريلات زود البرايم. برايم ايش السالفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين. تفضل اخوي ابدا الاسئله عشان ما نجيب العيد اكثر عشان ما يطلعوننا برايي مباشره. اسمعني اسمعني انت تبينا تجاوز النقطه اللي قبل شيء؟ جدا ما راح اتجاوزها لازم. هذه تدري ايش تسمى؟ هذه ايش؟ حذف من ورا التريلات. ما ابي افهمها. وقف قدام التريلا وعطنا علومه كلها يا اخي. انا ما سلطان مايكك اعتقد فيه مشكله. راح شيكه لا شيء موجود عند الباب. وش المثل اللي يقول يعني اذا جاك السيل ده ما يمديك توقف قدامه؟ فانا ما يمدي نوقف قدام السيل. لا هو شوف خليك من السيل. هذه تريلا جيده ما اقدر اوقف قدامه. خليك من السيل وخليك من الامور الثانيه. انت تقول قبل شوي فيه امور وفيه ماني عارف ايش. وضح. شوف المساحه عندك الحريه المطلقه. شوف اسمع اسمع اقول لك الناس قاعد يشوفون. هذا اخوك زله انسان. قلت زله انسان ونتجاوزها. ها قول بس هي مو زله انسان. اجل قول. زله انسان زي ما قال. خلينا نتجاوز. حاول تعديها وهي تعدي. لازم تعدي. شوف انا اقدر اعديها لكن الناس لما تقول امور وما يعرف ايش بيوقفون لك. الناس بيعرفون برضه بيروحون يشوفون بيوجدون من الريلات بيعرفون السالفه. شوف انت الان قبل شوي قلت امور. امور هذه تقصد بها مصداقيه صح ولا لا؟ لا لا تدخل النوايا. انا ما قلت. انا ما قلت شيء. انا الحين انا واحد وقاعد اقول يعني كل واحد يفسر طريقة. طيب الناس قاعده تفسر. ليش تخلي الناس انا قلت مبهمه؟ الله اعلم وش المقصد. يمكن اقصد امور انا انت مضطر تخليها مبهمه. قول مضطر تخليها مبهمة. إذا مضطر ما تجاوز عادي. لا خلنا مبهمة حسب بيصير. يعني أنت بها مبهمة. طعم حلو. شوف دائما الوضوح زين. أنا الوضوح دائما واضح. أنا إنسان واضح وصريح دائما. وين واضح؟ بس بهذه. ناصر خلك محضر خير وقول الصدق. الرجال واضح ولا لا؟ لا بهذه. والله أنت عاد نشبتي. هذا أخوي. ما نشبت. أنا سمع أخويك على علي عراس. أنت حطيت لي بين النارين طال عمرك. بينكم كا. اللي كتب ربي يرجع. خلونا نبدأ من تكرار. استريح طال عمرك. يلا. طيب. بسم الله وعلى بركة الله نتجاوز يا عبد الإله. رغم إني أحب الوضوح. لبه قلم. قلم سم يبي غش كهرب. تفضل طال عمرك. طيب السؤال الأول ترى ظاهر عند الجمهور الآن بقيمه وبخياراته. بسم الله على بركة الله ننطلق. ناصر جاهز يا ناصر؟ السؤال الأول عندك جاهز؟ طيب السؤال يقول لو رأيت شخصا يهين ويقسو على أحد الوافدين دون رحمة أمام عينيك فماذا تفعل؟ الوقت بدأ معكم كلكم. أول شيء بمنع عن الشيء اللي سواه وش اسمه بمنع شو اسمه وأبين الموضوع. أعطني إجابة. عندي سؤال. لو رأيت شخصا يهين ويقسو على أحد الوافدين دون رحمة أمام عينيك فماذا تفعل؟ والله بمسكه وانصحه. هذه ردة الفعل اللي بتسويها. طيب تسوي غلط. ناصر يقول بمسكه وانصحه. ثبتوا إجابته وخلنا نروح لعبد الله أو ننتقل لعبد الله. طيب عبد الله السؤال عيده. لا واضح. انا عندي اجابتين. ابي واحده. ودي لا تخلي. اعتقد اجابه واحده. انت في ناس انسان مشاكس. خليك على اجابه واحده. وقف يا اخي وقف. عطني واحده. ترى في ناس بعد. خليك على اجابه. الوقت ترى لكم كلكم قاعد يمشي. اخي في احس اجابه في احس شاط. حول اجابه احس مو بشاط. بسم الله على بركه الله. الله حس شاطه بس يلا. احتس. ودي حتسي بس ما جزت لي. قول. بكلم الجهات المعنيه. تكلم الجهات المعنيه. ايه. ولا بايخه. طيب ثبتوا. ايش تقول؟ شكله بايخه صح؟ ما ادري والله. خلينا نشوف الاجابه. سلطان. سلطان باقي معك دقيقه. ما اتدخل نهائيا. لا تتدخل نهائيا. اي عادي يا خذ. طيب سولف انبذر بس الامور. ثبتوا اجابه سلطان. اعطونا الخيارات. الله اجابتي شاطحه. اجابتك انت شاطحه. طيب الخيار الاول. الخيار الاول يقول تدافع عنه بنفسك. ايش رايكم في احد قالها يا شباب؟ حول الله. لا لا ما هي بحول. طيب اعطونا الخيار الثاني. تشفق عليه فقط. كانت اي ايش بينك وبين نفسك كذا تشفق عليه. طيب ما حد اختاره منكم. اي ما حد بس كان. اعطونا الخيار الثالث. ترى انا قلت يا حبيبي تهدئ وتحل الخلاف. ناصر ايش قلتوا؟ انا اقول امسكه يعني ياسر الحين تعتبر دفاع وغير كذا طال عمرك انصحه. قلت ايش؟ انصحه امسكه.
أول كلمة لو ترجع قلت أمسكه. لا كل كلامك موجود عند الشباب. أي أكيد خلهم يرجع. طيب ناصر إيش قال؟ ناصر خلنا نأخذ الخيار الرابع نرجع ناصر. أعطنا الخيار الرابع. تشتكي على الشخص. جميل إجابة الحمد لله. طيب ناصر نرجع أعطونا إجابة ناصر اللي عندكم يا شباب. ناصر قلت أنصح. أمسكه وأنصح. لو ترجع الكلمة من أول قلت أمسكه. وأنصحه. طيب أنت قلت تمسكه. نعم. تنصحه. فيه تمسكه في الخيارات. بس إنك. هذا. أنا الحين دخلت في الموضوع. أنا الحين دخلت بين 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 وبين الشخص. حلو. هاي ناصر. أحس رقم. أعطنا. أنا ودي يرجعون ويتأكدون من المعلومة. تأكد أنا 100%. حلو. طيب أعطونا الإجابة اللي اختارها الجمهور. تدافع عنه بنفسك. نعم. واللي ما حد اختارها فيكم. طيب. أمسكه. يلا. الحين جالس الحين بيني وبين الشخص هذا. قلت أنا أمسكه هذا اسمه وأنصحه. طيب. أنا يعني دخلت بينه وبين ذا الشخص. صديق بدأ يقول دافع عن نفسه لكن يوم قلت نصحه. قلت يمكن نصحه. لا هم ركزوا على الكلمة الثانية. اللي هي. اللي هي أنت تمسكه من أجل النصيحة. ها؟ بس أنا الحين جالس إيش؟ دخلت أنا في الموضوع ده. ما نفع في النصيحة. أنت الحين أنت تقول أمسكه. خلنا واقعي. أنصحه. خلنا واقعي. خذ راحتك. خلنا واقعي. الآن أنا مسكت الشخص. ممتاز. نصحته اكيد انه يا بيتقبل النصيحه يا بيقول ايش دخل كذا دخل مشكله الحين دخل في الموضوع. طيب اللي يد في الموضوع احنا علنا من اجابتك تقول امسكه وانصحه وهذه الثنتين هي موجوده في الخيارات. بس هي تدافع بنفسك انا دخلت في الموضوع الحين. ايوه بس انت اجابتك امسكه وانصحه صح ولا لا؟ هذه رده فعلك اللي انت ابديتها يعني في البدايه. الله يسرها. وهذه مش موجوده لذلك انت سلطان خرجتوا خالين من الفار للاسف يعني. فدا عبد الله تستاهل يا عبد الله. طيب باقي خمسة. ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب. الله يسعدك. ها عبد الله. اي جاهز. جاهز؟ يا زين البايخة منك. شفت كيف البايخة؟ الحمد لله. جابت القلوب. طيب السؤال عندك يا عبد الله يقول لديك طبعا السؤال ظاهر للسادة المشاهدين لديك أوراق عمل مهمة وبغفلة منك وجدت طفلتك الصغيرة قد مزقتها وعبثت بها. الوقت معكم. ردة فعلك يا عبد الله. الشباب جهزوا ردة فعلكم اعطونا اجاباتكم بعد شوي. الوقت للجميع. عيد السؤال عبد الله تقراه حاضرين. واضح. طيب. والله شوف يمكن وقتها صير تنرفز بتوطب بطنه. يعني؟ مع انه بنت يعني ودي احن عليها بس ما ادري احس كذا الاجابه بتطلع حلوه. انت واضح انك ايش اقتنعت في الاجابات اللي تسميها بايخه فضبطت معك يعني نثبت تتوطف بطنها كذا هذه ردة فعلك. لا مو بتوطف بطنها انت ما تقول انت حن انت عطنا الاجابه وحنا نصيغه لك. طيب انت انت صياغتك وش اللي قلتها له؟ صياغتي ما اعرف انت صغلي اي وش انت شاعر انا بصيغه بس انت عطني اياها يعني بعصب واحاول ايش دخل الشعر في الموضوع؟ ما ادري استحسك كذا. طيب لك اللغه العربيه. طيب تفضل. خلاص عاد انت صغل باقي اللي هي انا بياخذ مني استنطقك من اليوم. قلت لك بعصب يعني وتنرفز وكذا يعني تصير رد فعل بنقهر منه يعني. ممتاز واضح واضحه. ثبتوا اجابه عبد الله. سلطان اصرت مخي بيجي شوف فكر عندنا اربع خيارات بنعرضها لكم بعد شوي وعبد الله الحين ما قال الا خيار واحد. ابحث عن نسخه ثانيه اذا في تبحث عن نسخه اخرى يعني. نسخه ثانيه. طيب ثبتوا اجابه سلطان خلينا نروح لناصر ونشوف. هاي ناصر اضربها تضربها نتوقع نفس رد الفعل اللي هي نفس عبد الله عبد الله يقوله هاوش وانت ايش بتسوي؟ بجلدها. وش الفرق؟ ما ادري عادي اجابه غير ذي هي 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 نفس اجابه هذا نفسها تعتبر لا اهتم لا تكترث. ها سلطان ايش قلت قبل شوي؟ ابحث عن بديل ابحث عن بديل قال سلطان ناصر قال لا اهتم اذا في ولا شيء معنى لهي. طيب انت تجيك ثبتوا إجابة ناصر عطونا عطونا الخيارات خلونا نشوف. ما ظنتي. إيش رأيك يا سلطان؟ والله العظيم إنها علو. طيب عطونا الخيارات خلونا نشوف الخيارات. نستعرض أربع خيارات. الله يزينها. وشوف. خيار الأول يا شباب. يقول تعاقبها بالزجر والنهر. الله. ها. شكرا. يعطيك العافية. الشاطح قاعد يمشي معك. الحمد لله. طيب عطونا الخيار الثاني. الخيار الثاني تلوم نفسك لإهمالك.
ها شباب حد قالها منكم؟ لا والله. طيب عطنا الخيار الثالث. تبتسم لها رغم غضبك. واحد من العيال ذا. نكذب على بعض. ليش؟ والله ما حد يبتسم. طيب خلونا ناخذ الخيار الرابع ونرجع نتناقش فيه. لا تهتم. لا تهتم؟ تبتسم لها رغم غضبك. صفرين. طيب خلنا نشوف الخيار الرابع. نشوف يا ناصر. عطنا الرابع. تلقي اللوم على زوجتك. صفرين زي اللوت. أنت أمورك طيب ها؟ طيب. صفرين. ناصر. إيش جابتك؟ لا تهتم. إيش رأيك؟ تبتسم لها رغم غضبك. أكيد أنا بحاول أكيد. هل هي هل ابتسامتك رغم غضبك يعني إنه لا تهتم؟ هذا السؤال ذا في ما أقول لك. لا إجابتك صحيحة يا ناصر. الله. إجابتك صحيحة. هي في نهاية الموضوع لا تهتم لأنه أنت قاعد تبتسم لها رغم الغضب أي أنك ما اهتمت الموضوع. طيب نشوف الجمهور والإجابة اللي اختاروها. تلوم نفسك. تلوم نفسك لإهمالك. ها. ما حد اختارها منكم؟ لا والله شوف صح. طيب وموفقين الجمهور. ان شاء الله انتم موفقين في الجولات الجايه. جمهور تكفون. طيب لا قبل شوي ايش كنت تقول اصلا؟ حق صفرين زي اللوت. ليش ما طرف بالك احد الخيارات هذه؟ هذه بالله خلينا نقول اي اعطني انا بالله خلينا نقول اعطني خلينا نقول يلا بجي اقول لها اضحك عادي يمكن تكون يمكن تكون اغلى من الاوراق هذه اكيد انه اغلى من الاوراق اكيد سجل هذا الله عز والله ما احد بينسى في ناس كانت اوراق مهمه زي السكوك هذه قدها سكوك ولا قدها دراهم خلى سكوك قدها دراهم امهات خمس الله الذي لا اله الا هو توطب طيب انا اقول لك حاجه في ناس تعتقد انه ردات فعلهم بتكون كذا تعتقدون؟ لا لا انا اعرف واحد فعلا ممكن انا اعرف واحد فعلا ممكن يبتسم له يضحك ويجلس بجنبه اذا هذا موجود خير ان شاء الله دور مثال حي موجود لا خليه يقابلني مو بان مو بان لا انا قد بعصب لا هو ما يقول هو يقول انا اعرف واحد اعرف واحد لو صار هالموقف صار مواقف عادي وقف يا شباب شوف انا طبيعي سلطان طبيعي جدا وانت ناصر ايش قلبت على طول ايه شوف انا طبيعي انه ما تهتم رغم اهميه الاوراق او المستندات هذه بالعكس انت بحط كل الاحتمالات يعني مو بتكون مو لا لا انا ابيك تقول لي رده الفعل اللي تشوفها انت منطقيه خليك من الاجابات احنا اخذنا الاجابات خلاص انت كناصر ايه كناصر تشوف انه منطق انه او خليك من المنطق انه في ناس تسوي كذا مثلا ايه في ناس والله تضرب في ناس لا والله انا يعني حاولت تتجاهل الموضوع بحكم انها طفله ما هذا وفي ناس يكثرون المسؤول عن البنت اللي هي مثل امها فهي رده الفعل طبيعيه اللي موجوده في الخيارات طبيعية يعني في شد جذب وفيها يعني احتمالات كثيره وارده ايه الاجابات طبيعيه هاي سلطان ماشي لا والله سيء الله يزين يلا شد حيلك الله يزين والله اللي كتبه ربي والله يزين شوف الموضوع اللي كاتبه ربي بيصير هذا شيء احنا مسلمين فيه لكن انا نتكلم عن ايش ابذل الاسباب شنو والله بس سعد ايه الاربع هذه الاسئله ما ابراها اقول لك حاجه والناس كلها قاعده تشوف انا من يوم دخلت وانا احس انه في كذا مسلم للموضوع لا والله تعبان الرجال لا والله انا احس انا يطلع اقول تبغى اقول الصدق قول الصدق انهيها واقول الصدق امس من الساعه 2 وانا تعبان ولا حط طق خبر خلنكم ما حط طق خبر مني اكلمهم والله العظيم نايم آه ما شاء الله نايم طيب وايد المستشفى تو منزلين اليوم صلاه العشاء شلون تو رايح المستشفى اليوم صلاه العشاء طيب ممتاز طلبت منهم يودونكم المستشفى فدا من امس والله بس وايش كانوا يقولون ايش كان رده فعلهم عشان ما يكون عشان قول الصدق اهمال قول الصدق لا والله ردة فعلهم طيب دائم كذا رحت المستشفى ولا لا ايوه رحت اليوم صلاه العشاء طيب ان تصل متاخرا لا تصل تقعر خير من اسمع لا تصل ابدا لا تصل ابدا عندي هذه ما فهمت لي اسبوعين بروح زي نظرسي ولا يومك ابد اموري الحمد لله ما حد يقولون بكره ما سمح الله والله اصبر محسن ننظر ما ادري ايش الفرج فيهم الخير والبركه والله اذا فيهم الخير والبركه وانت مقتنع فيها قلها ترى ما في شيء صل على النبي بقول فيهم الخير والبركه ولكن بعض الاحيان تجبر والله انا ما قصر معنا في اي شيء ولكن امس ممكن انه ما في احد ممكن انه ما في الا في ستوري اثنين مستحيل يخلون الستوري ويروحون كويس دام انه فيه صل على كويس دام انك مستشعر انت المسؤوليه اللي موجوده هناك عارف انت تلتمس الاعذار ولكن المفروض يجي واحد مثلا بديل سم ايش قصدك يوم تعطيني النظره هذه؟ لا ترى انا عذرهم عادي ضرس يعني يصلح الحين ولا بعد شهر ولا بعد شهر رجل اذكر الله ادعوا في الله انا اعذرهم دائما اقول اشارك مع ما ودي اذكر اسماء اقول تعال يعني متى ما تيسر الامور انا والله حالك شعب الموضوع لا لا ما انا بتشعب انا والله ودي ادور لا والله انا اليوم ابغى اركد انا والله اني انا من اليوم قاعد اخليكم اللي يبي يقول اللي في خاطره يقوله اولا انه نهدي زي ما انت تقول
ونتكلم بأريحية. ترى رفعت الريتم انت. بالعكس. اي لا بدا الحين كذا عطنا السؤال اللي بعده. طيب ننطلق للسؤال اللي بعده. عندك فين السؤال؟ أتي. عبد الله يقول خلاص نبي عند سلطان. ها سلطان عندك سؤال؟ جاهز؟ باذن الله. طيب السؤال الثالث ظاهر للجمهور بخياراته ومع القيم. السؤال عندك يا سلطان. تم ترشيحك لمقابلة وظيفية بمرتب عالي، وعند وصولك تلقيت خبر مفزع يتطلب حضورك، فماذا ستفعل؟ أعيد السؤال ولا واضح؟ طيب تم ترشيحك لمقابلة وظيفية بمرتب عالي، وعند وصولك تلقيت خبر مفزع يتطلب حضورك، فماذا ستفعل؟ الوقت. اي بس الخبر هل هو في الأهل؟ هل هو برا الأهل؟ يتجلى. أعطيك السؤال مرة ثانية. شوف خبر مفزع بس انتهى. هي إجابته زي ما قال عبدالله لكن بخلي لهم واحدة. ها كيف إجابته؟ احنا بطلع لك أربعة الحين. أنا عندي إجابتي صح، أضمن لك إنها صح. طيب أعطني واحدة. أبي واحدة بس. الوقت يمضي. نعم باقي دقيقتين. طيب دقيقتين حبيبي لنا كلنا. مرتب عالي. إيه. يعني كذا قلت إجابة. إذا قال إجابة توهق أنا. تم ترشيحك لمقابلة وظيفية بمرتب عالي. أتوكل على الله. إذا أنا عن نفسي أنا. إيه؟ عن نفسي أنا. إذا الخبر مفزع مرة بروح للخبر المفزع. بشوف إذا هم يبغوني ويتطلبوني في شيء منهم. لا والله إني بروح له. إذا يعني هو أنت. إذا هو يتطلب وجودي. إيه. إذا طيب. ما هو يطلب وجودي خلاص. طيب ثمت إجابة السلطان يقول بروح. ممتاز. هذا إجابتك السلطان. طيب ناصر أنت بتروح؟ مي. أنا بعتذر عن الحضور للمقابلة. هو نفسه نفسه. أنا بدور أجي ندور ثانية. السلطان يقول أبروح للخبر المفزع. إيه وناصر نفس الشيء بيعتذر عن المقابلة. أنت قلت بيعتذر عن المقابلة. طيب نفسه. طيب إجابة سلطان نفس إجابة نفس إجابة ناصر. حلو. طيب نرجع لها بعد شوي. عطني إجابتك يا عبد الله. بكمل بروح المقابلة. بتروح للمقابلة. طيب ثبت. طيب ثبتوا وعطونا الخيارات. خلونا نرجع لإجابة ناصر بعد شوي يا شباب لانه سلطان انت ايش قلت؟ قلت بروح. اي بروح. حلو. وناصر قال بعتذر. هم نفس الشيء ما هم بحاضرين المقابله. انا عندي حقين. اذا كان انا كنت في بالي ان الرجال انه بيش اسمه بيروح للمقابله فانا قلت انا بعتذر عن المقابله. حلو. ممتاز ممتاز. اعطونا الخيارات اعطونا الخيارات اعطونا الخيارات ونشوف اذا كانت خيارات الشباب موجوده. الخيار الاول تحضر المقابله ثم تنصرف. إذا في أحسن منه ولا خلاص أعطيه. شوف. طيب عطوا الخيار الثاني. تعتذر وتخبر اللجنة بظرفك. هذا ها. حلو. هاي ناصر. تعتذر. حلو. ممتاز. طيب عطوا الخيار الثالث. تطلب التأجيل لوقت آخر. ما حد منكم اختارها. عطونا الرابع. تلغي أداء المقابلة نهائياً. شو رأيك سلطان؟ خلاص واضح. خلاص. هي هذه اجابتك. لا هو لا يستاهلون. تفلح. طيب ممتاز. عبد الله ايش كانت اجابته؟ تحضر المقابله. عاد واضح يعني تحضرت المقابله اذا خلصت تبي تجلس عندهم اكيد تبي تنصرف. ما يبي ما تقول ما انصرف. اجابتك ولا لا؟ اجابته صحيحه 100%. ممتاز. بس لو تعطيني تطلب تاجيل الوقت اخر. خلنا نشوف الجمهور. اسمع اسمع قبل الجمهور. هو يبي الجمهور. تخيل تخيل اني بروح الخبر مفزع خلاص ثم برجع الوظيفه اكيد بيقول ضرب الباب. خلنا نشوف خلنا نشوف. عطونا الجمهور ايش اختار. تعجب. الجمهور يقول تعتذر تستاهل ظرفك. اجابه ناصر تستاهل يا ناصر. 50 طيب يضرب زياده. طيب 60. عبد الله عيوني يا شيخ تبي تتكلم؟ لا ابيك تقول لي خبر مفزع. خبر مفزع. ايه؟
الله لا يجيب اخبار الشيء يعني. امين. وبتحضر المقابله الامور وبتحضر المقابله ثم تنصرف. لا شف اسمع اسمع شف حبيبي ترى اجاباتي على اسئلتكم هذه مو بتكلم بواقع. انا ما اتكلم اتكلم عشان بس اجاوب على اسئلتكم. انا بناقشك في اجابتك حتى وان كانت مهب اي ما ترى ما اقتنعت بالاجابه حتى لو كان التصرف اللي بتسويه فعلا بس بناقشك فيها بما انك انت ايش قلتها بتحضر. والله شف زي ما قال سلطان على حسب الظرف اذا كان والله الخبر مفزع مو بمفزع ما عاد يجي له مفزع مفزع مثل وش اي خبر مفزع يعني ينقال عنه مفزع يمكن يصير عندك مفزع بس عندي مو مفزع. انا اتكلم عنك انت عن انا مفزع حاجه ليش انا ما اتكلم عني الحين يعني عندك خبر امر كبير اذا جان خبر مفزع كم خبر راتب ترى انا احب فلوس كم الراتب لا عالي قال لك اه يعني عالي 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 نعم والله احاول بسرعه وقع وارجع ممتاز ممتاز ها شطر ما يبي لها واحد اثنين خلاص هو اي والله كلام اذا كان خبر في الاهل ولا شيء مفزع على فكره انا هذه ردت فعلي كلنا هذه ردت فعلي الاساسيه اكيد برجع اهلي اولى من كل شيء ربي عوضا ان شاء الله بتجي ترى مفزع ترى ما له دخل لا ممكن يصيرون اهلي انت قلت لي مفزع انا ما يفزع الا باهلي عادي واحد طاح من فوق عمار اشتخر اصلا حتى لو حتى لو حضرت المقابله طيب حتى لو حضرت المقابله الشخصيه وانا عندي خبر مفزع ما راح يعني ما راح تأدي كويس ما راح يعني بيشوف عندك منطق او منك مرتبك او منطق منطق اي اشكاليه اكيد انك بتعتذر. طيب ننتقل للسؤال الرابع. الله عند مين عندك ناصر؟ ناصر قمي. طيب بسم الله توكل بسم الله وعلى بركة الله. طلبت منك والدتك الذهاب بها لموعد بالمشفى أو المستشفى وأنت مرتبط وقتها برحلة طيران مهمة شلون تتصرف؟ بكنسل الرحلة وديها. بتكنسل؟ كنسل الرحلة وديها أقول أوديها للمستشفى. جميل ناصر يقول بكنسل الرحلة. طيب ثبت إجابتك. بمقصد إني بوديها أسمع حلو عطني إجابتك. هلا أقول لك شيء أنا حاطين أنت بالصورة الشينة تو بسحب على الخبر المفزع وبوقع والحين بسحب على امي واطير ترى صعبه كذا ما صارت شوفونا سؤال تكفى ما في هذا ترى هذا عصيان بالوالدين والله انا صعب انطق الاجابه يا اخي بس طيب ترى جبتها من ورا تريلات عشان تحسبها بدون ما اقولها. طيب اسمع هذه مسابقه وهذه الاسئله اللي موجوده اعطني اجابه خاف يحسبونا بخلي امي ما اقدر عادي تقدر تعلق تقول مش هذا خياري اللي انا بختاره القلب عادي تقدر توضح تقول هذا مو بردة الفعل ولكن هذه الاجابات اللي المتاحه هذا الكلام شفت قايل لك قبل شوي انت شاعر يعني عندك تقدر تضبط الكلام انا ما اقدر اضبط انا اقول لك للمره الثانيه ما لها علاقه بالشاعر ترى في الموضوع ذا يعني عندك اي لا ما لها علاقه شوف معليش اي شطحه شوي بس الوقت خلاص جاوبت قضيت اللي هي عاد لا تخليني اعيد الاجابه قلت لك قبل شوي اسالهم قال لك هذه الاجابه ما سمعنا الاجابه ترى طيب خلاص اكيد بس قلت لك بسافر بتسافر؟ اي بروح بالطيارة طيب. بس ترى مو بردة فعلي انا ردة فعلي ممتاز انا عن نفسي أأجل وقت الطيران واخلص وضعي امام تأجيل جميل وضع الطيران واخلص هذه اجابة سلطان يقول بأجل وقت الرحلة وبخلص موعد الامي صح ولا لا؟ جميل طيب جميل اجابتك انت بتسافر انا بروح وان كانت ليست ردة الفعل الحقيقية لا مو بحقيقية ابدا ولكن تعتبر اجابة منك اجابة عشانكم انتم مو منا عشان انا ايش دخلنا انا؟ عشان ابراهيم طيب عطنا الخيارات خلونا نشوف الخيارات الخيار الأول تطلبها أن تعذرك فقط شفت ترى هذا أتوقع حال جوابي بس خلنا نشوف الأجوبة الثانية برجع له إيش جوابك أنت خلنا نشوف الأجوبة الثانية سافر لا وقف لا تعطونا الخيارات الثانية أنت إيش قلت بسافر بس أكيد بستأذن منها طيب عطنا الخيار الثاني عطنا الخيار الثاني الله يسلمك طيب تجري اتصالا بقريب لا يا اخي والله صدق اجابتك مو منطقيه ذي ليش؟ اكيد يعني طب كم خل بعد شوي ببرر طيب ممتاز عطنا الخيار الثالث تذهب وتحجز لها موعدا جديدا خلاص هذا انا شلون انت؟ انت بتسافر بطير هذا رجع تحجز موج مو بلازم ترى اكمل اجابه يكفي اني بسافر طيب جايينكم بنخلص الحين الخيارات وبنتناقش في اجاباتكم طيب. وبنشوف والشباب معنا طيب اعطونا الخيار الرابع والاخير تؤجل موعدك ارضاء لها حجت وانا اخو نوره انت؟ اي بالله ليش وجابتك يا ناصر وشي؟ قلت اني شو اسمه؟ اوديها المستشفى وبنزل رحلتي لان مثل بالساعه 5 بنزلها تبي الصدق سواء كانت شو اسمه رحله ثانيه سواء كانت طيب
وانت السلطان ايش كانت اجابتك؟ انا قلت اجل واخذ رحله واخلص مع امي. ها يا شباب عبد الاله عبد الاله عبد الاله في النور اموره طيبه اجابته كانت واضحه، لكن عبد الاله قال بسافر بروح الرجال. لا لا تقول كذا اصبر هنشوف اجابات ولا إجابة توافقت من الخيارات. لا خلني أقول لك. طيب طيب أنتم تقولون إنه هذه الأشياء اللي تطرى على بالك صدق أنت تسأل السؤال هذا أي شخص أول جوابين بيطرى عليه يا منه يبي يروح شو اسمه زي ما قال ناصر يبي يسحب على الطيارة ويروح يوديه أو يبي يسحب عليه ويسافر. هذا أو أتحدى أي حتى تسأل السؤال ما يجاوب جوابين ذلك. ممتاز. بس لو كان هو في مسابقة وجاوب هذا الجواب ما يأخذ درجة. لا ما له دخل. انت تقولون جيب شو اسمه الاجوبه المنطقيه اللي تطري على بال الناس صح؟ لا تجيب اجوبه بعيده عنها. طيب عموما هذه المسابقه وهذه الخيارات اللي موجوده خيار اجابتك ما كانت موجوده تطلبها انت اعذرك فقط هذا بسافر يعني ما خلاص معليش بسافر والله ترى يصلح. ما هي هذه اجابه الاجابه. طيب 16 كنت تقول المره الثالثه انا موجود الشباب بس انا ابي اسمعك. اي سلام. قلت انا اجل الرحله واليوم حلو إجابة سلطان اللي هي وين يا شباب؟ تؤجل موعدك إرضاء لها. سلطان يقول بأجل الرحلة إرضاء لها ولا لا؟ نعم. ها؟ لا نفس ال. كلنا نفس ال. نفس ناصر. ناصر قال. أسر. كنسل الرحلة وش اسمه؟ حلو. ود الوالدة. هذه إجابتي أنا. كان. ممتاز. هذه إجابة ناصر. إيه ناصر بقمي. جميل. سلطان ما كانت إجابته موجودة. وعبد الله نفس الشيء. الله غريب. لا هذه الإجابة الصح. ناصر البقمي. هذه الإجابة الصح. اللي هي. لجينا الصح بس يستاهل ناصر. اللي هي. أنا أخوك. أجل الرحلة. أنا قلت. ردة الفعل المنطقية. أنا قلت. كلنا بنسوي كذا. بنأجل الرحلة وبنودي والدتنا. شوف شوف. الموعدها. محسن. طب والفعل الثاني. محسن. أي موضوع. ردة الفعل كلها أكيد واردة. تقدر تسافر. محسن. هذه مو ردة فعل. إيه ردة فعل. النطق يفرق. أنا قلت أجل الرحلة خلص معه. وأجل رحلة وخلص موعدها. حلو. بالنطق هذا. ناصر ايش قال؟ نفسه نفسه. ناصر قال اسحب الرحلة واروح لهم. لا لا أنا أنا. لا هذاك اللي. ذا أنت قلت اسحب وذا أنت قلت كنسلت الرحلة. طيب أعطونا إجابة الجمهور يا شباب. فدا. لكن ناصر. أجل. تؤجل موعدك إرضاء لها واللي كانت إجابة مين؟ ناصر بقمي. تستاهل يا ناصر. تستاهل ناصر. طيب. ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب. جاهزين انتم؟ طيب اذا كان في تشابه بالاجابات ما ربك تعطينا خبر فيها. لا لا لا, لا, لا هي الخيارات. لا شوف شوف خلنا نكون واضحين. انت تقول مسابقه انا اعز ناصر واقدره، ولكن لو تقول احنا في مسابقه انا قلت اؤجل ورجع هذا وتشوف اذا طلعت صح ولا غلط. ايوه الشباب معي اعطوني اجابتك كامله ترى. قلت اؤجلها واجل الرحله واخلص موعد امي. حلو. ناصر قال اكنسل واروح لامي. ايوه اؤجل انا ادري اجابتك اؤجل. طيب وهاش مكتوب يا شباب الخيارات اللي قبل شيء كان فيها اؤجل؟ هو منطقي. لا اذا لك حق له وانا اخوك منطقيا. حلو. واجابه ناصر بقمي؟ لان انا ذكرت الرحله. حلو. هذا ناصر البقمي. هذا ناصر البقمي. طيب وناصر قال انت قلت اؤجل رحلتي. نعم. إرضاء لها. نعم. طيب اعطوني الخيار اللي توافق معي يا شباب عندكم. حلو. جميل. هذه إجابة ناصر اللي ما راح اروح. وثبتنا عليها، صحيح. لكن سلطان قال اؤجل الرحلة. أنا ايش الخيار اللي عندكم توافق معه؟ أنا قلت أودي الوالدة ثم أكنسل الرحلة أول شيء. بعدين لا اجابتك انت واضحه وما فيها خلاف، الخلاف مع اجابه سلطان. ايش اللي تقصده انت سلطان؟ انا قول اللي تبي قوله. انا قلت اؤجل الرحله خلاص. حلو. خلاص موعد ما نختلف. طيب وش الخيار اللي تحس انه توافق معه؟ تؤجل الرحله ارضاء لها. حلو. هذه يعني بالعقل انا اشوفها منطقي. ما في تؤجل الرحله. طيب في الخيارات كيف ما في تؤجل الرحله؟ الخيارات بالله تؤجل موعدك. وش الموعد؟ موعدك. وش الموعد؟ حلو. رحله. الرحله. طيب يا شباب إجابة سلطان ترى منطقية. كو واقعي شوي. طيب تمام إجابة سلطان منطقية إذن. صحيح صحيح صحيح. وناصر نفس الشيء. قسموا على. طيب أعطوني السؤال اللي بعده جاهز.
جاب حسبة النصر استاهل. ما عليك بنرجع لها بنرجع لها. الشباب قاعدين يحسبونها الحين ويشوفون يرجعون للإجابات. طيب الحين وصلنا عند مين يا شباب؟ الصفر. عندي عندي نصر. عندك حبيبي حقك وانا اخوك ترى والله عادي وانا تزعل مني. لا 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 سلطان سلطان لا 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 شوف شوف ما ودي احد من العيال ياخذ علي والله ما مثقل ذره الشباب والله. كل ما العيال عسل على بالعكس هنا تنافس انا اخوك مداح انا بس ايش حبيت ابين انه طيب خل 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 اجابه مين؟ حلو ناصر قال انا الغي الرحله نهائيا مش موجود الخيار هذا مش موجود الخيار هذا بس انا قلت عشان تكون في الصوره مثلا تقول عندي رحله حلو طيران قلت انا كنسل رحلتي فهمت سو اكيد ان الرحله انا تلتغى تعتبر ايش اني كنسلتها اذا كنت يعتبر الطيران اكيد اللي بكنسل الرحله وبعود الوالده حلو لكن مش موجوده في الخيارات اجابه ناصر ولا لا بالضبط اجابه سلطان هي بس طيب تقدرون ترجعون الخيارات مره ثانيه عشان تاخذون من هالشباب اللي تشوفونها طيب خلونا نرجع الخيارات وما نطلع من هالجوله الا كلنا متفقين على الاجابات اللي قالت خبطون يطلعون واحد جديد انت طالع منها ها لا غد يطلع شيء جديد رجل ادي له حلو ناصر قلت اكنسل الرحله للمره اكنسل واودي الوالده بس ممتاز طيب اعطونا الخيارات مره ثانيه الاربعه على اساس ما نطلع من هنا ونتجاوز هذه الا معطين كل ذي حق حق الله عليك شاعر طيب الخيارات مره ثانيه ترى في تشابه بالاجابه ترى يا طيب دقيقه في تشابه بالاجابه ترى اللي هي وين التشابه في التشابه اللي هي نفس انا قلت اللهم ان ايش كنسل الرحله انت كنسلت الرحله حلو بقول لك شيء هذه عندي موعد مهم اكيد ما راح اتصل انت صح؟ طيب بس خليك معي الاجابات بتكون هنا بتكون هنا ثابته بقولها لك ما عليك انت تقول اكنسل الرحله يعني الغاء الغي الرحله يعني بس اني اكيد ممتاز ممتاز يا ناصر كلنا اضطرنا ونعرف كيف النظام اكيد الرحله بتكنسل اصلا ثم طيب. ثم عندهم انك بتكنسل لكن اكيد انك تخلص والدتك تروح اي بس رده الفعل اول ما يصير هذا الشيء معك انت قلت بكنسل اكيد شو يسمى بس انا طيب. هذا الخيار خليني بس اقول بس انا سؤال الاعداد عندك سؤال واضح ها اذا الرحله شو تسمى اكيد انك بتكنسلها مهما كانت سواء اجلتها طيب. او ما اجلتها اكيد انك بتكنسل لازم طيب. تحجز ايش كلامك جميل وواضح لازم تحجز موعد جديد كلامي واضح رده الفعل طيب ممتاز ثواني اجابتك انت واضحه جدا ومش موجوده في الخيارات هذه رجعنا الخيارات وكلام سلطان في محله وما ضاع حق وراهم طالب الله ابدا ما ضاع حق وراهم طالب هذه الخيارات مره ثانيه طب انا بطالب انت تقول انا اكنسل يعني الغاء الالغاء مش في الخيارات الخيار الاول تطلبها انت عذرك فقط نعم الخيار الثاني تجري اتصالا بقريب الثالث تذهب وتحجز لها موعد جديد انا قاعد اقراها لانك تقول ما قاعد اشوف الرابع تؤجل موعدك ارضاء لها وهذه اللي كانت اجابتك يا سلطان احمد الله تمام انا اسف يا ناصر بس والله العظيم لا 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 بالعكس حق ما ضاع حق طالب لو كان في مكانك لابد انه يطلب حقك في حقه بعد نفس ما طلبت انت حقك انا عندي رجعوا للشباب رجعوا للاجابات تاكدوا منها وعرضوها ثاني مره وقالوا لي في الاربيز وقالوا طلعوها الخيارات تفضل عبد الله انا عندي اعتراض الاجابه لا مو باعتراض مداخله لا تفضل ايا كان تفضل ايا كان الاجابه الاول يا اخي انا اشوف انها تمثلني اللي هي ماشي راحت يعني ايش اسمه الاجابه اللي بعد درمي يعني بعد درمي يعني بالله اكيد بسافر ادق لامي يقول والله خلاص انا حجزت رحله مع السلامه سكر السماعه بوجهه واسافر اكيد بقول والله معليش اسف ما اقدر اوديك بسافر نفسي يا اخي اكيد بعد منه يعني مستحيل اني اسكر سماعة بوجهه واقول بسافر طيب بس انا اشوف انه احنا ثبتنا التاجيل وكنسال الرحله اكيد انه ارضاء الوالده الغاء غير ردت انت قلت انا اكنسل هي بس سؤال لو تسال اي واحد في الحجز طال عمرك اكيد الرحله ما اكنسل الرحله حبيبي اجل الرحله يقول لي خلاص كنسلها واحجز من جديد اي بس انت ما قلت اجلها انت ما قلت اجلها قلت الغيها اكنسل يمكن ترى بس كلمه ولا طيب. هي نفس المعنى انا طيب. انا قلت ايش انه هذا بكنسلها عشان ارضاء لها بوديها ممتاز هذا يعني بالصياغه هذه مو موجوده في الخيارات ولا نفس المعنى. فكره الالغاء هي المعنى وش هو نفس المعنى اسمع تبون ننتقل للسؤال اللي بعده ولا تبون نتناقش في دي ما عندي مشكله لا بتناقش فيها طيب انا بتناقش فيها انت فكرتك لبها وجوهرها الالغاء الغاء يا حبيبي إيه؟ معك انا فاهم أنا الطيران وعارف كل شيء وكل الناس الرحله نتكلم عن الرحله الان يعني انا الكنسل الرحله الان ودي ارضاء لها نفس اجابتي طيب انت طيب اذا كان في تشابه بالاجابات لا هنا تاجيل هنا اكنسل الرحله اي بس انا واضح يا ناصر والله على اساس وقتنا وقت طيب المشاهدين سؤال دق جواك على اكتب اقرب مكتب
الكنسل بالموضوع علمك اياها. لو ادق عليه واقول له ابغى كنسل رحلتي غير لما ادق واقول له ابغى اجل رحلتي. هي تسمك انا بالمفهوم حقي. مفهومك مش موجود. مفهومي طبعا. نتجاوز فنروح للسؤال واضح. مفهومي واضح مره ترى يا غيرنا. ابى كنسل الرحله واحجز من جديد. هي كذا كذا. طيب ممتاز. انت لو قلت اجل غير ما هي مشكلة غير انك تكنسل. طيب انا ما في مجال النقاش يعني ما في مجال النقاش الا بخصوص ايش؟ اجابتي الاولى لا والله حسيت قري ترى والله حتى قلبي كذا. طيب خلونا ننتقل للسؤال. من عنده السؤال الان؟ عندي. عندك الحين عطنا اللي عندك عاد. لا انا قبل شوي بس يلا السؤال عندك يا عبد الاله. الله يسامحك. وردك اتصال بعد منتصف الليل من صديق لك يطلب في حضورك عاجلا بطريقه مثيره للشك. بساعدك ها السؤال كامل. اصبر مثيره للشك. نعم فماذا ستفعل؟ مشكله. فهل هذه هي اللي ها اعيد السؤال ولا قاعد تقرا؟ قاعد اقرا. ورد اتصال بعد منتصف الليل من صديق لك يطلب في حضورك عاجلا بطريقه مثيره للشك. طيب الحين تخلونا ما نجاوب. تو جواب صريح وصار بعيد. طيب ترى كنت ماشي كويس في الشطحات بدايه البرايم. يعني اشطح حتى روح له. الله ما ادري يا اخي. ها الوقت قاعد يمشي والوقت لكم كلكم. ابا باخذ واعطي معينه بتاكد الموضوع بعدين يمكن اروح له. يعني عاد خلاص انت صغار يا شباب. يقول بياخذ ويعطي معاه بيتاكد على الموضوع. لا بعدين بروح. اعطني اجابه يعني خلنا مع بعض عشان ما جديت جديد. ترى في نهايه الموضوع بتدخل في نقاش زي كذا عشان كذا الواحد يحرص انه يوضح اجابته. يقول باخذ واعطي معاه وبعدين بروح. ثبتوا اجابه عبد الله. انت عشان تفتكون من الجدل وضح فكرتك اجابتك. وضحها هو يعني وضح ردة فعلك. اي ممكن يعني عشان تطلع من النقاش والجدل. ابعد عن الشر. ابعد عن الشر يا عمري وغني له. يعني مسكر سمع بوجه. لا بقول لها يعني مثلا اذا عرفت ان في خطر علي بقول له والله اني يعني ماني مشغول ولا ماني رايح لمر. يعني بصرف بقول له ماني جايك. بتقول؟ مو صيغ اللي تصيغ هنا علشان تفتك من الضبابيه في الاجابه. اعتذر منه واقول له ماني جايك. يعتذر منه ويقول ما انا بجايك. هذه اجابه السلطان. هذه شو جات عشان ما ادخل محمد في السلطان. ما عليك. اي قصدك الحين؟ يلا اعطي اجابتك. وش قلت؟ جاوب بعدين. قال بياخذ ويعطي معه. اعطوني اجابه عبد الله اذا انت. خلاص يمكن اروح له. طيب ايش بعد؟ عبد الله انا باخذ محمد ثنتين ويمكن اروح له. يعني يعني بتاكد من الموضوع. اي انا بروح. يا الله الرجل كل اللي اعتذر لي انا باخذها وافلح. بتروح على طول. طيب ثبتوا اجابات الشباب يا شباب؟ ترى نفس اجابتي. طيب الان اعطونا الخيارات وخلونا نشوف. ايش هلا؟ ايش تقول سطر؟ عبد الله ذكي. ليه؟ بسم الله عليك. يعطيك اجابتين. طيب اعطونا الخيار الاول. تذهب اليه مباشره بلا تردد؟ هذا ما في احد. هذا ما في اي ضبابيه في الاجابه. واضح الاجابه. الرجل فاز. واضح الخيار صح ولا لا؟ 70 حلوه. طيب هذه اجابه ناصر. اعطونا الخيار الثاني. هذه اجابتي بس ما علي. يلا. تغلق هاتفك ولا تتدخل. انا راجع لاجابتك. راجع على اساس اقول لك وين الضبابيه. لازم تكون واضحه على اساس تتجاوز النقاش في الإجابة. طيب قايل لا 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 تودع. الله يستر. ها يا رجال ما نودع يا رجال. تروح قوي عزومك. طيب يا سلطان اعطونا الخيار الثالث. يا سلطان لا والله انا حاجة. تلح عليه لمعرفة السبب. ها عبد الله اتوقع هذا جوابي. انت ايش رايك انت؟ انا اشوف انه هذا هو. انا قلت باخذ واعطي. واضح الح عليه بانشب له بذاء لما يقول لي. طيب هذه إجابة عبد الله. أعطونا الخيار الرابع. أنت سلطان. تطلب مرافقة صديق آخر. واو يا سلطان. معوض خير يا بعد راسي معوض. لا والله لا حجت. إيش إجابتك؟ لا والله لا حصلت. ها؟ إيش إجابتك؟ أنا عن نفسي قلت أعتذر منه. تعتذر؟ إي يعني أقول لها ولا أقفل الجوال. إي. تكفون يا جمهور. تكفون يا جمهور. لا. الجمهور طيب أعطونا الخيار الجمهور. سلطان. تذهب إليه مباشرة. الله على معرفة السبب. اجابته منطقيه. صح منطقية. طيب ممتاز. طيب سلطان ايش كنت تقول انت قبل شوي؟ اعتذر منه. تعتذر منه نفس ما كان موجود. نفس اللي قفل جوالك. شلون
يعني اعتذر منه يعني. انت لما تقفل جوالك معناته اعتذرت؟ وقفل ان الهاتف المطلوب. ايه لا ولا تخلي ذاك يعتذر منك. طيب ابشر ابشر ان شاء الله قفل جواله وترك عليه نفس الاجابه يعني. شلون؟ وقال تمسح عليه صح يا سلطان؟ نعم. قلت تسحب عليه؟ هي نفسها خلاص يعني ابشر جوال طف الطق بسحب البطاريه وخلص. والله العظيم والله وجهك. هذا يسمى اعتذار؟ هو قال ايش اسم الجواب اصلا؟ وش الجواب؟ تعتذر من الخيار؟ الخيار يقول تغلق هاتفك ولا تتدخل. هي الاجابه انها منطقيه المفروض انها موجوده. نفس الطريقه ابشر الجواب ما في شبكه طف الجوال انت نفس اجابه الرجل. والله اجابه منطقيه المفروض انها موجوده. لا لا اسمع انا صار احقاقا للحق جوابه صح قل ليش؟ شلون؟ يمكن يرسل له لانه هو يقول اتصال فهو بيرد على الاتصال حلو وقال لك بسحب عليه بيسكر السماعه ويطفيه خلاص يسحب عليه اغلاق الهاتف اغلاق خلاص هو سكر السماعه بيسحب عليه وش بيدق ذاك بيرد عليه مره ثانيه يقول معلش اعتذر اكيد بيغلق لا 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 اللي قاعد معك اللي قاعد معك انت لا لا في هذا الموضوع ترى انا اتناقش معكم هنا لكن الاجابه ثبتت وخلاص عاد كيف اساس بس نتناقش ونقرب وجهات النظر عبد الله قبل شوي لما نقول لك وضحوا الاجابه يا شباب علشان تطلعون من مثل ايش مثل هالجدل هذا كله عدنا اللي بعد اي انت خليك واضح في اجابتك رده الفعل اللي تحس انك بتسويها او منطقيه او ايش اللي بتقولها بناء على انه ما بقول له هي يا اخي قل انا بسوي واحد اثنين ثلاثه المعمعة هذه هي اللي تخليك في نهايه الموضوع تقول هي نفسها هي بنفسها في نهايه الموضوع عندنا خيارات احنا ماشيين عليها بس ركز اذا كان في اتصال اكيد فيه طيب ننتقل للسؤال في اتصال جوا السادس الاخير لا قال لك مثير للجدل يعني رد طيب عليه السؤال الاخير عندك يمين يا سلطان يا سلطان جاهز؟ جاهز طيب السؤال الأخير ظاهر بقيمه وخياراته أمام الجمهور ماذا لو رأيت شخصا لا تعرفه اصطدم بسيارة شخص آخر أمامك من دون علمه ثم هرب ماذا ستفعل؟ أبلغ عنه سلطان القحطاني قال أبلغ عنه يبلغ الجهات قصده شو رايك؟ أبلغ أبلغ البلدية مين يعني؟ والله يقول طيب ماذا لو رأيت شخصا لا تعرفه اصطدم بسيارة شخص آخر أمامك من دون علمه يتجاهل الموضوع أفلح بذيبة ناصر قال يتجاهل الموضوع عد السؤال عشان ما نصير فيه نقاش ماذا لو رأيت شخصا لا تعرفه اصطدم بسيارة شخص آخر أمامك من دون علمه ثم هرب فماذا ستفعل؟ انت قلت ببلغ ببلغ انا بتجاهل بتتجاهل ناصر القمي يقول بتجاهل والله ما يروح به يعني والله لا الحق واجيبه مع راسه يعني اجيب حق الرجال برجع بلحقه بتلحقه طيب ثبت الاجابات كبر الاجابه شوي ثبتنا عشان ما تقول ايش عندك كل بروح اعلم الشخص طيب. بكلم الشخص اعطونا خيارات عادي ابدل اجابه والله ما تدري سلطان والله هنا اجابه الشطحات الخيار الاول معك. لا تهتم له صح بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ناصر يستاهل يستاهل كل طيب الخيار الثاني تحاول الامساك به كان رايك الحمد لله شكرا يا الله طيب يستاهل كل خير الخيار الثالث تبلغ الشرطه عنه اسطر منطقيه اي هذه منطقيه منطقيه واحده تدون رقم السيارة كنت بختار بس أشوى ولا كان موجود هذا طيب أنتم الإجابات كلها كانت موفقة الجمهور معروف من سلطان الجمهور إيش قال؟ قال سلطان تتوقع؟ إيه ها انتهينا عفوا والله الجمهور الله العظيم انها غير منطقية نهائيا هذا خيار الجمهور تدون رقم الشرطة طيب ببلغ عنها يعني باخذ هو بتدون رقم وتروح تبلغ الشرطة واضح ما يبلغ طيب وفقكم الله بس سؤال سؤال ترى جاتين ربك ربي ترى جاتين اسباب اللي هي تدون الرقم ولا تطلع بلغ عنه هي نفسها شلون؟ بلغ عنه ايه نفس ايش؟ نفس تدون اللوحه يعني سؤال بلغ عنه نفس ادور رقم اللوحه كيف سؤال الحين الو السلام عليكم في الو السلام عليكم عندي حاله هنا صارت كيت 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 عطني رقم اللوحه طيب هذا رده فعل رده الفعل الاولى اوكي تدور رقم اللوحه لا 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 معك انا تدور رقم اللوحه غير انك تدق وتبلغ صح ولا لا؟ بدا هل هو صحيح؟ لا 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 تجاوزها علم الصدق اسجل لك راح ثم ابلغ طيب انت الان الصدق هي ردتين فعل برده واحده مستحيل احنا منطقين يا طيب الخيار تاخذ رقم اللوحه ايش تسوي بها تروح تجلب زباله خلاص تبي تاخذ طيب. تدون رقم السياره الخيار اللي موجود تدون رقم السياره اللي يتصرف ممتاز انا افزع سلطان مو بلي ترى طيب ممتاز بعدينكم سؤال الحين ببلغ الشرطه بدق على 9 السلام عليكم انت شفتي سياره قدامي كذا 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 كذا
اللوحه بيقول السياره وش المفروض. طبيعي طبيعي طبيعي، لكن انت الان الخيار وش هو؟ تدور رقم السياره ليتصرف، هذا الخيار اللي موجود ليتصرف صاحب السياره. جميل، الان اللي يتصرف تو ينتبه له. خلاص صح كذا. طيب خلاص طلعنا ها سلطان في دراسك انتهينا خلصنا. في واحد فرق كده كده واحد. طيب في فرق بكم. كبير. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهك. انا ما ادري ليش كم عشان نتاكد. بيض الله وجهك. يوفقكم خير يا عيال. بيض الله وجهكم. الله يسعدك. عسى الله يوفقكم. الشباب الباقيين الله يحييكم. ابو زيده. محمد منصور. احمد. ال سالم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، وقتنا ما عاد لنا. ارحب يا مرحبا. الف هلا بزيده. هلا بالشيخ. حياك الله. طيب زي ما كان في القرعه يا شباب، توزيعنا زي ما كان في القرعه. اول واحد في القرعه مين؟ اول واحد ابو زيده. تفضل هنا. مرحبا احمد. محمد منصور في النص. الله يهينك. ابشر. احمد ارسال من المايك. احنا ما معنا وقت، انتم عارفين، لذلك نبي نبدا. ابشر ابشر على الخشب. كلنا على ابو تركي. وعينه من الله خير، واللي كاتب ربي بيصير. وخص اكثر شيء الشخص هذا انت يا ابو تركي. متوتر شوي من اليوم ملاحظه، لذلك تروق اللي كاتب ربي بيصير. انت يا ابو تركي لو طلعنا احنا الثلاثه ما قلنا. اي والله لا اللي كاتب ربي بيصير. وابد الله يكتب لي فيه الخير. عسى الله يوفق ذا الوجيه. طيب نبدا مباشره على طول عندك ابو زيده. السؤال يقول: كنت في طابور لطلب قهوتك الخاصه، ثم اتى شخص متاخر ليزاحمك ويتقدم عليك، فكيف تتصرف معه؟ انطلق. الوقت لكم كلكم، فكروا من الان بردات فعل على بال ما يجاوب، وناخذ اجابته ابو زيده. اتفاهم معه. تتفاهم معه. طيب ثبتوا اجابه ابو زيده. ايوه كنت في طابور. ثبتوا يا شباب. تمام. محمد منصور. بخليه عشان اتجنب المشاكل. ما اسمع. اقول بخليه يسقط عشان اتجنب المشكله. بيتركه. بلا اقرا يا ابو منصور. اقرا لك السؤال. طيب ثبتوا اجابه محمد منصور. طيب يقول بخليه علشان اتجنب المشكله. طيب السؤال يقول: كنت في طابور لطلب قهوتك الخاصه، ثم اتى شخص متاخر ليزاحمك ويتقدم عليك، فكيف تتصرف معه؟ تقدم علي؟ نعم. تكفى يا احمد. انا بعطيه فرصه. تعطيه فرصه؟ خليه يتقدم وبرجع بعد. هي اجابه محمد. شوف غيرها. تكفى يا احمد. راح المحل. نهدى يا شباب. بنصحه. بتنصحه. ها يا شباب ثبتوا إجابة أحمد. أحمد. يلا هرب. يلا هرب. أبو زيد قال أتفاهم معه. هي. هيها. تبلغ رأي. بابلغ انا صاحب صاحب المقهى هذا وصاحب الكافي. بتبلغ انا صاحب المكان. طيب ثبتوا اجابه احمد. ابو زيده قال بتفاهم معه. محمد منصور قال بخليه تجنب المشاكل، واحمد قال ابلغ عنه صاحب المكان. طيب اعطونا الخيارات وخلونا نشوف. الخيار الاول يا شباب. تطلب منها الانتظام بالصف. في احد منكم قالها يا اخوان؟ او قريب منها؟ تطلب منها الانتظام بالصف، يعني ممكن نتفاهم معها. ممتاز. قريبه متفاهم. اجابتك ابو زيده. طيب تمام. الخيار الثاني. طيب الخيار الثاني تتيح لها المجال لاخذ مكانك. ابو منصور. محمد منصور. تشوفون. انت وش تشوف؟ خليك منا احنا. والله ما ادري. نفس الجواب. انت وش قلت؟ قلت اني بخليه عشان اتجنب. طيب والخيار ايش يقول؟ الى المجال اللي ياخذ مكانك. بالضبط. هي نفسها من هذا الموضوع. انت خليته اللي ودك. يا سلام. يا سلام. سمح ابو منصور. الله يطول عمرك. الله يوفقك. مع السجل اللي مثلك يا مال المعزه. اعطونا الخيار الثالث. تزاحمه بالمكان او الصف. ها. ما حد. يلا يا ربي. ما حد منكم اختارها. طيب اعطونا الرابع. يلا يا رب. يلا. الرابع تتذمر بوجهه وتخبر البائع. اي صح. احمد. في ابلغه. ها احمد. نفس خبر البائع صح. طيب هذه اجابه احمد. يلا يا ربي. يلا انه يخبر صاحب المكان. محمد منصور كانت اجابتك تتيح له المجال ياخذ مكانك. نعم، واللي هي تتيح له المجال ياخذ مكانك. طيب اعطونا اجابه الجمهور الان،
ونبي نرجع إذا معنا وقت نناقش الشباب في هالإجابات وردات الفعل هذه. الجمهور يقول تطلب منها الانتظام بالصف. أبو زيدة تستاهل الخير. تستاهل حبيبي. الله يوفق الجميع. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب، معنا وقت ولا اللي بعده على طول؟ طيب محمد منصور فعلا بتخليه ياخذ مكانك في الصف؟ لا والله هذه ردات فعل بس عشان اذا هي على الواحد ايش بيسوي صدق فاعلوه ما يتعدى محلي يا اخوي محلي الله يوفقك الجي يا شباب. كيف كنت تشوف بشوف وجهه باي وجه كذا انا بشوف بنتظر ايوه بعدين يعني والله بشوف بعدين يعني باي وجهه صدق ارجع ورا. طيب خلونا نتجاوز وناخذ السؤال اللي بعده. السؤال عند مين يا شباب الحين؟ أبو منصور جاهز؟ جاهز. يقول السؤال لو كنت مريضا في المستشفى، والله يبعد عنا منكم الشر إن شاء الله والمشاهدين، لو كنت مريضا في المستشفى ما هو أكثر تصرف قد يزعجك عند زيارة الأقارب لك؟ والله أنا دائما بقول ردة فعلي ذي صدق. أنا ما أحب الواحد اللي جاء عند مريض كل ما يدخل عليه واحد يقول وش جاك وش صارك وش صارك، فيقعد يكررها تقريبا 100 مرة، فهذا شيء متعب. حلو. مع انه والله هو حق، انا ادري انه من محبه لكن تضايق. اعطني الاجابه. فالاجابه اكثر شيء يضايقني ولا اللي يجلس على السرير. اللي يجلس على السرير. والله صدق ثبت ثبت يا ابو تركي. ها اللي يجلس على السرير. اللي يجلس على السرير. على سرير المريض. على سرير المريض. في ناس يجلسون على السرير. ها يا شباب ثبتوا اجابه محمد؟ اللي يجلس على سرير المريض. طيب يلا احمد عطنا رد. اكثر شيء يزعج المريض وان شاء الله يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم امين. اللي يزعجه كثره الزوار واللي يجلسون معه ويسولفون واللي بعد خلاص عاد ما تاخذ كل انا ودي ثبتوا اجابه احمد كثره الزوار. وايش يا احمد؟ خلي كثره الزوار و خلاص معه. طيب لا تنطمع. ثبتوا إجابة أحمد؟ بغيزول. روح لأبو زيدة. هاي أبو زيدة. لو كنت مريضا في المستشفى ما هو أكثر تصرف قد يزعجك عند زيارة الأقارب لك؟ جميل. ممكن أيوة ممكن الإزعاج. الإزعاج. ها يا شباب ثبتوا إجابة أبو زيدة. طيب الآن هاتوا الخيارات خلونا نشوف الشباب. الأول تمام. الأول كثرة الكلام وعلو الصوت. في أحد منكم اختار يا شباب؟ هذه أول خيار أنا قلته اللي ما قلته اللي غيرت أنت خارج. الأسرة قصدك؟ أنت قلت السرير. لا لا أقصد إيه ما عليه. لا لا إجابتي على السرير بس هذه أول شيء اللي قلت لنا كثر أسئلة بس ما اعتمدت أنا. حلو. طيب هذا تقريبا سؤالي أو حق أبو زيدة كثرة اللي هو الإزعاج كثرة الكلام وعلو الصوت الإزعاج. جميل. طيب هذه إجابة أبو زيدة. أعطونا الخيار الثاني خلنا نشوف. شو قلت؟ مكوثهم الطويل عندك. إجابة أحمد. هذا اللي قلتها. ها جلسوا يقلبونها سؤال. أنت تقول كثرة الزوار. لا أنا خشمك قلت كثرتهم وجلوسهم عنده. الحين مثلا لا قدر الله زرناك وقلبنا صار سوالف. طيب قل لا اله الا الله. انا اقول اعطونا الخيارات اعطونا الخيارات اعطونا الخيارات وبنشوف اجاباتكم واضحه كانت. ما يخالف كثره الزوار وازدحام. 150 سلام عليك. ها هذه ولا هذه لك ولا اللي قبل؟ لا والله الذي هذه كانت يعني مفصله اجابتك بالضبط. انا احسب انها وقفت على كذا. يا الله يزكي. لا لا جانا ذاك وقفت ما توقف اللي ما يوقف اللي عند الله. جعل بك الجنه بالخير. الله يسلم. طيب اعطونا الخيار الرابع. بقي ابو منصور ان شاء الله. ان شاء الله الخيار الرابع اصطحاب الاطفال معهم. محمد منصور خالي الوفاض من هذه الجوله للاسف والشباب نسال الله يوفقكم جميعا. طيب اعطونا اجابه الجمهور. طبعا اجابه ابو زيد صحيحه واجابه احمد صحيحه. الجمهور يقول اصطحاب الاطفال معهم واللي ما حد اختاره. ما حد اختاره. طيب
طبعا الحين لما نيجي 120 هذه النقاط يعني طبعا لما تجاوب زي كذا تجي نعم. لكن لما تجي مع توافق الجمهور تزيد فوق طبعا اوكي اكيد الحين في البرايم الخامس انا ما اول برايم صحيح جديد على البرايم انا مست لا اليوم كان علمتني شيء وتركي اليوم معنا ركنين ركن المنتجع ابو منصور وابو زيد انا اقول لكم الله يطول عمرك صح الله صحيح من جديد انت العمود جاني نادمك عسى الله يوفق ذا الوجيه ويديم المحبة اللي بينكم هنا وخارج اللهم آمين أكيد أخوان مهما كان طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب من عنده السؤال؟ عندي نهدوك جاهز؟ السؤال ظاهر للجمهور بقيمه وخياراته يقول السؤال ما ردت فعلك في حال؟ كنت مقدم لنشرة إخبارية مباشرة واكتشفت بأن أحد الأخبار في الورق يختلف عن الموجود في الشاشة. بالله عاده يا أبو. أنا أدري لازم نعاد أكثر من مرة. شكلي بقى تبكي جنبك وبعد. اجلس هودي ترتاح. اجلس والله إني ساكت. طيب إيش ردة فعلك لما تكون مقدم لنشرة أخبار مباشرة واكتشفت إنه أحد الأخبار اللي في الورق عندك قاعد تقراه يختلف عن اللي موجود في الشاشة وانت تقرأ بس ترسل بصيغة نفس اللي في الشاشة تسترسل؟ من عندي أنا بنفس الصيغة اللي موجودة في الشاشة حلو سمعت إجابة أحمد؟ يقول بس ترسل بنفس اللي موجود في الشاشة طيب ثبتني إجابة أحمد أبو زيدة السؤال اللي هو لو أنا كنت مقدم عيده؟ إيه عيده طيب يقول السؤال إيش ردة فعلك في حال أنه أنت مقدم لنشرة إخبارية مباشرة واكتشفت أنه أحد الأخبار اللي في الورق يختلف عن الموجود في الشاشة في أثناء الـ أنت موجود في النشرة اكتشفت أنه هذا الخبر يختلف من اللي في الورق ومن اللي طالع في الشاشة ايش بتسوي وقتها وانت قاعد تقول ولايف زي ما احنا دلوقتي اتجاهل الموضوع شلون يعني اصرفها حلو يتجاهل او يصرفها طيب هذه اجابه ابو زيده شو ابو تركي عندك سؤال ثبتوا اجابه ابو زيده يا شباب بجي ابو منصور يلا يا محمد اقرا لك لا يبا اكتشفت ان احد الاخبار في الورق يختلف عن الموجود على الشاشه اني كنت مهوجس اقول لها يعني ابين الخطا في على الشاشه توضح الخطا اوضح الخطا اقول يا ربع ترى طيب ثبتوا اجابه محمد منصور واعطونا الخيارات متفائل محمد به متفائل متفائل دائم عسى طيب الخيار الاول ممتاز طيب ايش قلت محمد اقول ابين الخطا يعني أبين المشاهدين يعني أقول يا ترى هذا خطأ الكلام هنا فأبينه يعني ممتاز 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 طيب جهزت الخيارات أنا ودي أناقش محمد في شغلة طيب خلها بعد شوي أعطونا الخيار الأول الخيار الأول يقول تعتذر للمشاهد عن الخطأ كويس هذا وهذا إجابتك يا سلام تستاهل كل خير يا محمد الثاني أعطونا الخيار الثاني ايش قلت لحم؟ اسرج الصيغه تطلب الخروج بفاصل والله يبغى ما جت في بالك ابو زيد اقول طيب ها والله انا جاي في بالي انا لكن قلت اعطنا الخيار الثالث اكون علي الربع فاصل تنتقل للخبر الذي يليه نفس جواب نفس جواب مين؟ ايش قلت؟ انا قلت اتجاهله ويعني اصرف الموضوع حلو جميل اذا هذه اجابه ابو زيد اعطونا الخيار الرابع الرابع توضح سبب الخطأ الحاصل هذا كلام منصور إجابتين يعني شلون هو جاوب كله ما شاء الله تبارك الله طيب إيش كانت إجابتك أحمد أنا قلت إني أسترسل بنفس الصيغة الموجودة معي بحيث إنه ما يكون ما يوضح الخلل للمشاهد حلو طيب أعطونا إجابة الجمهور تنتقل للخبر الذي يليه وهي اجابتك يا ابو زيد تستاهل الخير كم مره توافقت اجابه الجمهور مع اجابتك ثنتين هذه الثانيه اسالك جميل طيب محمد ايش رايك في اجابتك انت
موجودة وكل شيء، بس تشوف أنا احترافية شو يعني نوعا ما. مو ما في احترافية، إنه تبين للعالم إنه في خطأ وتوضح. صدقت هي والله أنا بنكب المعد بس. تنكب الدنيا كلها. أعتقد الإرسال طريقة إني استرسل الموضوع طريقة احترافية. والله حقت ممكن برضه أحمد إجابته ممتازة، أنا بالنسبة لي أعتبرها ذكاء بعد، لكنها مش موجودة في الخيارات اللي عندنا. ما يخالف. لكن إجابة ممكن بعد تكون حل. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب. السؤال جاهز وظاهر عند الجمهور. يقول السؤال عند مين يا شباب؟ عند أبو زيدة. أبو زيدة جاهز؟ بسم الله. قام شخص لا تعرفه، قام شخص ما لا تعرفه بتحويل مبلغ كبير إلى حسابك بالخطأ، وكنت أنت في حاجة إليه، فكيف ستتصرف؟ الله وين ذا الشخص المال؟ باقي منهم ناس كذا؟ ها؟ لو محسن بن تركي حول لبندر أبو زيدة مبلغ كبير. لا صح. شخص ما شخص ما لو في مسميات تختلف ردات الفعل. السؤال يقول قام شخص ما لا تعرفه بتحويل مبلغ كبير إلى حسابك بالخطأ، وكنت أنت في حاجة إليه، فكيف ستتصرف؟ خليك أنت أبلغ ال مين؟ الجهات المختصة اللي هي الحكومة. يبلغ الجهات المختصة اللي هي الحكومة. هذه إجابة أبو زيدة اللي هي الحكومة. ثبتوا. ها يا محمد والله أبو تركي فيه خيارات واجد. أروح أروح البنك. واحد لا تعدد لي كثيرة، عطني واحد. عارف ليش؟ لأنه أول شيء يمكن تاخذ إجابة غيرك. أنا أدري أنه طرح الإجابات الواجد حلو أساساً أقتنص واحدة، لكن ما هو بحلو بعد الأخوياك، ما هو بحلو لك لما تخلص الجولة ويكون في ضوابية في إجابتك. لا 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 أنا بعمد واحدة بس. بسوي أنا بكر بصوت عالي يا أبو تركي. لا هو التفكير كده التفكير السليم يكون بينك وبين السليم. أوكي. عندي واحد والله من الوغيين أرجع له. ها؟ أرجع له. تواصل معه أرجع له. تعيد هالمبلغ إليه أو يرجع له. أحمد تقول أنت أنه إذا حول لي مبلغ وأنا محتاجه، طبعا عند الحين أعتقد أن يقدر أروح البنك وأخذ رقم الرجال يحول. دقيقة، أنت ما تعرفه يا محمد منصور. السؤال الشباب يقولون وضح السؤال مرة ثانية. قام شخص ما لا تعرفه بتحويل مبلغ كبير إلى حسابك بالخطأ، وكنت في حاجة إليه. بستخدمه. ها؟ أصرفه. بتستخدمه. جميل، ثبتوا إجابة محمد الآن. أنا برجع. يلا يا أحمد. أنا برجع البنك. حلو. وأحاول إني أتواصل معه وأطلب منه إني أنا محتاج وهذا مبلغ اللي عندك. يعني أعطاني. حلو. طيب سمعتوا إجابة أحمد؟ صغها بطريقة احترافية. ممتاز. ثبتوا إجابة أحمد. وعطونا الخيارات وخلونا نشوف. أبو زيد وش كانت إجابتك؟ أنا جواب. بلغ الحكومة. أيه. الجهات. طيب الخيار الأول يقول يا إخوان اللي هو تراجع البنك فورا. يا سلام. ايش رايك احمد؟ انا قلت اني اروح البنك. ممتاز، هذه اجابتك احمد. الخيار الثاني يقول تتصرف بالمبلغ. احمد منصور وافلح. طيب الخيار الثالث تتركه في حسابك، خليه ما تسوي فيه شيء. طيب اعطونا الخيار الرابع، يقول تبلغ الجهات الامنيه. ابو زيد اجابتك. ايش قال الجمهور؟ الجمهور اعتقد الجهات الامنيه تراجع البنك فورا. سلام جابتك احمد. طيب تستاهل الخير. تستاهل طيب. طيب. تركي ما كنت تتركها في حسابك وذي نفس الشيء اللي هي تتركها في حسابك او تستاهل تتركها في حسابك يعني ما تتصرف فيه. ايه وتتصرف فيه هي نقيه او تتركها في حسابك. يا سلام قايل لك لو طلعنا مع الباب قلنا لك. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب لانه ما عاد باقي معنا وقت. والليل طال والمعيدي خذ الوقت الله لكن يستاهله. الله يبيض وجهه. والله شكرا على اللي قدم ابراهيم معيدي اليوم. هذه اضافه لنا. مجهود جبار اللي قاعد يشتغل هذا الرجل للامانه ناجح يستحق الاشاده في كل والله منصف. يفترض انه يقول كلمه الحق تجاه المبدعين مثل ابراهيم المعيدي. اي والله يستاهل ابراهيم. والله يستاهل. والله فيك قصور يا ابو جمال المعيدي. والله العظيم الله يبيض وجهك. طيب السؤال الحين عند مين يا شباب؟ عندك محمد. يقول السؤال جاهز أبو منصور؟ جاهز. بسم الله. عندما يأتيك نقد جارح من شخص ما يعرفك جيدا، فماذا يمكن أن يكون موقفك؟ شخص جاني نقد حاد يعني. عندما يأتيك نقد جارح من شخص ما يعرفك جيدا، فماذا يمكن أن يكون موقفك؟ بسامح. بتسامح. هذا محمد منصور يقول بسامح.
يعني فيه عطونا ثبتوا اجابته. هاي يا شباب. طيب احمد، الوقت يمضي دقيقتان و بتتجاهله. يقول ما يعرفك جيدا. ايه وين جالس ينقذ يعني ينقذك ناقذ جارح. ينقذ جارح. تتجاهله؟ بتتجاهله. احمد السالم يقول بتجاهله. ابو زيده وش يقول؟ ثبتوا اجابه احمد؟ وش يقول ابو زيده؟ انا عارف الشخص هذا ولا هو يعرف؟ السؤال يقول نقد جارح من شخص ما يعرفك جيدا. هكذا هو السؤال. خذ راحتك، معك وقت. معك وقت، نعم، باقي معك وقت. شوف باقي معك دقيقة. تفاهم معه. ها؟ تفاهم معه. تتفاهم معه. ياخذ يعطي معه. طيب. نثبت إجابة أبو زيد ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك. ثبتوا إجابته. ممتاز. أعطونا الآن الخيارات. خلونا نشوف إيش الخيارات الموجودة وهل توافقت مع إجابات الشباب ولا لا. الخيار الأول يقول تنفعل مباشرة. ها؟ حد قالها منكم؟ للأسف. طيب أعطونا الخيار الثاني. الخيار الثاني يقول تتجاهل نقده لك. أحمد آل سالم. أحمد آل سالم كانت هذه إجابتك. ممتاز. أعطونا الخيار الثالث. تعاتبه بلطف. ما حد. وزيد وش قلت؟ أنا قلت أتفهم معه، يعني نفسه تعاتبه بلطف. نفسه. إيه إجابتك بالضبط إيش كانت؟ زي ما قلت. يتفهم معه قال أبو زيد. يعني نفسه. تعاتبه بلطف. في ترابط بين إنه أتفهم معه وعاتبه. سامح. اللي تشوفه أنت. ذاك من المسابقة صدق. ايوه اتفاهم معه. ممتاز، اذا اجابتك صحيحه. استاهل ابو زيده. اعطونا الخيار الرابع. يقول تتقبله وتاخذ بكلامه. صحيح. نفس الموضوع. محمد ايش قلت محمد؟ قلت سامح. نفس الموضوع. انت سامح. تعتبر اجابتك؟ تتقبله وتاخذ بكلامه. اللي عندك هو نفس الاجابه والله. هاي شباب. نفس الكلام صح. طيب ممتاز، اذا هي تعتبر اجابه محمد منصور. اعطونا الان خيار الجمهور ايش اختار؟ الجمهور يقول تتجاهل نقده لك. احمد السالم تستاهل. الله يسطول مخك. طيب احمد انت ايش كانت اجابتك؟ وش في الحين؟ اللي قبل شوي. تجاهله. شلون؟ الرجال ما اعرفه معرفه جيده. يعرفك جيد. يعرفك. هل انت قلت الاجابه من قناعه ولا انه خيار اللي باقي لك؟ لا والله اني صدق انا تقول انت ما اعرفك معرفه جيده. هو يحسب ان السؤال اني ما اعرفه. رامي ثم غرامي. والله رامي ثم غرامي. من غرامي سبحان الله. اي والله العظيم توفيق الله سبحان الله. طيب ابو زيد تتفاهم معه. رده قاعد ينقدك نقد جارح. عاد فيها مفاهمه ذي. بتفاهم معه ليه قاعد ينتقد زي كذا يعني؟ ليش يا طيب؟ اي ايش سويت لك عشان تنتقد؟ وانت دائم كذا. صدق. اي انت لما يجيك انتقاد جارح تتفاهم مع الاشخاص؟ بعضهم اتفاهم معه بعضهم اتجاهله. ولا تستخدم بالمثل ترد عليه بالمثل تدور نقاط ضعفه وتجلده فيها كنقد. عزلنا نرد ابو زيد. ها عزلنا ترد انت. ها ما في سؤال. والله رد يعني انت أرد كان خيارك بس علشان انه هذا اللي باقي معك من الاجابات ما كان هذا الصدق. ممكن اي ما هي بالواقع. احيانا نضطر نقول اجابات ما هو احنا بالضبط يعني في حياتنا ولا هي ماهيتنا لكن هذا اللي تبقى لدينا وهذا اللي لازم ينقال في وقتها. منصور ابي شكومك وقف البرايم وقف الدنيا دقيقه ابا قلب ايش سالفتك ما فيني منعمس ما فيني شيء جعلني لا فيك والله فيك الله يطول عمرك وضايق شوي افا الله جعل عدوك هذا بسيطه جعلك بخصوص ما في والله موضوع مضايقني شوي ابو ترى طيب قول احنا كلنا اذان صاغيه لا احنا ولا المحبين والاصدقاء أيوة. والجمهور متابعين والله نقول صادق احنا نعرف الموضوع لكن شرف حتى لما قاله الله يطول عمرك ما في يتعلق فيش الله يطول عمرك الوالد تعبان شوي جعله ما يشوف شر وبشرك انه طيب وبخير جعله ما يشوف شر شر ما يجي جعل الله يجمع له بين الاجر والعافيه الله يطول عمرك وانا اتركي اهدي هذا النشيد للوالد انت من تفضل اكمل لا بس كم لا بس متى عارف الخبر هذا يعني عرفته من الفتره يعني مو قبل ابراهيم يعني عرفته والحمد لله بشرك طيب وبخير ما بالعافيه انا المتعوب يعني اليوم انا مركز معك ابو تركي والله احنا نواصل هذا البرنامج الله يسلمك كان في حزن فهو والله انه في واحد بيغادر منا ابراهيم صعب يا ابو تركي مثلك شايف طبعا احمد بندر العيال الثلاثه اللي برا كل من يعني تقريبا كل المجموعه حتى من المجموعه الثانيه
الحزن لازم يكون موجود. فوالله بعد الحزن احنا بنفارق واحد، يمكن محمد اذا كان محمد بسامحوه، ويمكن بعض الشباب. احنا قدمنا، حاولنا نقدم اللي يرضي المشاهد ويرضي الاداره ويرضي جميع المقدمين مثلكم وشرواكم ابو تركي. والله يكتب لي سلطان. سلطان عباس شاعر احد الشعراء الجميلين، اكيد انكم تعرفون، امسي عليها بالخير، يقول ونة الحزن ما عندي لها كنترول. الله بعد ناس ما بي رحيلهم وارحلوا، بس الاحزان لا مرت بصدري تقول السلام عليكم دار قوم خلوا. الله في بعد في بيت اخوي فيصل العطاوي. ايوه ايوه تعال غير المود شوي. في ثلاث ابيات الله هي له وانا اقتنصتها، يقول ابوي تفداها لكابر والشيوخ. اشهد بالله. ابوي تفداها لكابر والشيوخ. اشهد. كنها على عرش الفخر حامي حمى. اشهد الله. من خلقته ما قد عرف. يقول من خلقته ما قد عرف معنى الرضوخ، ما يعرف الا الغيم لا حس بضمه. ابوي ما ادري وش والشموخ. والله على السمع. ايه متوحم على اكيد السمع. امها توحمت على السمع. الله 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 لا طلع لي من جو ابراهيم تكفى. فيصل مبدع نمسي عليه بالخير. جميل جميل جميل. طيب ننتقل الحين السؤال عند مين؟ عندي انا ما عاد ادري وين وصلنا. ضيعتوني. عند احمد. احمد السؤال عندك يا احمد. السؤال الاخير يقول السؤال يا احمد، كنت طبيب طوارئ وجاء للمشفى رجل ينزف ويحتاج لدم فلم تجد فصيلة تتناسب مع دمه، شلون يا أحمد شلون بتسوي؟ ننشب. كنت طبيب طوارئ وجاء واحد مستشفى، ما مشكلة ببحثها بالمستشفيات القريبة. ببحثها بالمستشفيات القريبة. أحمد يقول سوف أبحث في المستشفيات القريبة. ها ثبت ثبتوا. ابو زيد وش يقول؟ طبعا لم تجد له فصيله من المستشفى صح؟ ممكن لم تجد فصيله تتناسب مع دمه، كيف تتصرف؟ واضح جدا. ممكن اتبرع له انا؟ شلون تتبرع؟ طيب ثبتون اجابته؟ يقول بتبرع له. طيب السؤال يقول فلم تجد فصيلة تتناسب مع دمه. أبحث عن المستشفيات الجانبية. كيف ينصر؟ أحمد ثبتنا جوابه، نبي نسمع إجابة منكم ثبتها. أتجاهل. تتجاهله. طيب محمد منصور شو يقول؟ مدري مثل هذه الحالة. بدي أخوك مدري وش يسوي بهذا. معك وقت. الله يشفيه ويعافيه. الظاهر بلقنا الشهادة. معك وقت. بتلقن الشهادة. طيب. ها سمعنا إجابة محمد. معك وقت وجاوب. دقيقة ونصف. معك وقت. فكر. حلو أنت. فكر ركز لا تستعجل. ذكرتوني في ذا الجمل. والله أبلغ أنا طبيب طوارئ أسلم الحالة للدكتور أو المختصين في المستشفى. أنت حول الحالة له. أنت طبيب الطوارئ. أنا طبيب طوارئ ما عندي شيء أسوي له الرجال، ما عندي دم. يعني فماذا ستفعل؟ تحويل. أحول الموضوع للدكتور أو إدارة المستشفى أو أي شيء. صح. يعني عطنا إجابة ثبتها. والله ما أدري يا أبو تركي. قصة تحويل بحول المستشفى للمستشفى. أنت بلغ الإدارة، قول له بلغ. أنت قلت؟ قلت أنا أبحث. أنت عطني إجابتك وأنا بقول لك إذا تتعارض معها أو ما تتعارض. أني أعطي أوكل الموضوع لإدارة المستشفى. يوكل الموضوع لإدارة المستشفى يا شباب. اللي بلغ الإدارة. ها؟ تحول. إيش رأيكم؟ طيب ثبتوا إجابة محمد منصور، يقول أوكل الموضوع لإدارة المستشفى. أعطونا الخيارات خلونا نشوف ايش الخيارات اللي عندنا وهل توافقت مع اجابات الشباب ام لا. الخيار الاول يقول تطلب من بنك الدم المركزي. حد قالها؟ بنك الدم وينه؟ ما هو المستشفى؟ في بنك دم. طب ما احصل بصيرته. لا قل ما جت ببالك. يرجع. طيب اعطونا الخيار الثاني. يقول الخيار الثاني تسال جميع المتواجدون.
ها من ايش اجاباتكم؟ اعتقد منصور قالها يعني بيحولها للمتفرج. شلون قالها ابو منصور؟ هذه فيها فزعه، خليك من الامور الثانيه كلها على جنب. قالها قول له هذه فيها فزعه. ايش قال هو؟ خليني اعلمك. الرجال يقول بوكل الموضوع لمدير المستشفى. هذا يضرب وجهك نفس ها كيف نفسه؟ تسال جميع المتواجدين، يعني خلاص انه بيروح ينشد يسال المتواجدين صارت الحين نفس اوكل الموضوع لمدير المستشفى. يا انت دائما تدقر. انا اقول فزعتك ما انظرت بعين جميله ولكن ما خلاص يا خير. يلا يا رب يلا. الخيار الثالث يقول تنقله لمستشفى آخر. أحمد ما قلت بس أتسلف. نعم هذه إجابتك. طال عمرك. يا سلام. طيب حط الخيار الرابع. نيتك الطيبة. الخيار الرابع يقول تتصل بأهله وأصدقائه. شو رأيكم؟ ما حد قالها. مزاد وش كانت إجابتك؟ أنا قلت تجاهل. لماذا تتجاهل؟ مريض رجال. قد يكون أحيانا النية الطيبة تقودك إلى إجابة صحيحة. والله يعني يلا موفقين الخير. أعطونا إجابة الجمهور. إذا محمد منصور وأبو زيد خرجوا خالي للوفاض أو لا؟ تطلب من بكد المركزي ولم تكن إجابة أحدكما. لعبة رخيرة. طيب خلصنا. إحنا الحين خلصنا ما عندنا فاصل. تعالوا نبي نفل إيش؟ غرام. لا 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 ما عاد فيها غرام. بنفل الجناح القرار مشينا. يلا تفضلوا موفقين. عسى الله يوفق ذا الوجيه. امين واياك. عسى الله يكتب لنا ولكم اللي فيه الصالح. الله يجعلك. الله يقويك. بيض الله وجهك. وجهك يا بعد راس يعني فداك. بيض الله وجهكم يا شباب. ترى ما معنا فاصل فلذلك بسم الله خلونا ايش خلونا نبدا القرار على عجاله. نبي ناخذ الحين كلمه للي بيتكلم اللي في خاطر شيء. مرحبا الف. الله حييك. عساك طيب. شو صحتك؟ يا مرحبا والله ومسهل. الله يطول عمرك ويعافيك. يلا يا شباب بسم الله الآن على وشك أنه نبدأ في القرار واللي بيكون في دينكم. عسى الله يوفق ذا الوجيه جميعا. سلطان تبي تقول شيء يا أخوك؟ طب قبل ما تسترسل شغل المايك. ممتاز والله. أنا شغال. طيب يلا ما في مشكلة بس عساس إيش نذكر. أقول أسأل الله القدير أن الله يوفقنا جميع. آمين. من راح فقده بيروح لأهله والله يوفقه. هذا الكلام سواء أنا ولا غيري. هذا الكلام اللي عليه الكلام. واللي بيبقى فالله يوفقه ويسهل أمره ويشد حيله أكثر من أول. ممتاز. أحمد أنا أقول برايم. أنا خليني أقول نفسي ملك البرايمات على كل حال لكني البرايم هذا مختلف عن كل البرايمات اللي حصلت. لما عيد الله أركان قلنا أبو منصور. أبو منصور هو من أركان هذا المنتج. قلنا أبو زيدة وقلنا حبيبنا سلطان وقلنا ناصر. أنا أبو عبد الله سوى الشاهد موضوع. نسأل الله أن الله يوفقنا جميعا ويدلنا إن شاء الله هي طريق الخير والنجاح. سلامة راسك وانت سالم. ناصر ايش تبي تقول؟ كلمتي طال عمرك إذا كنت بحزن طال عمرك بحزن والله على فقد الرجال ذول الموجودين طال عمرك. وناصر عنده أشياء كثير الآن ما قدمها وناصر مقصر. نعم لكن الحمد لله على كل حال انطلعنا فهذا شيء مكتوب. تيدن البرنامج والحياة قبل البرنامج. الله موفقين خير. بزيد ايش تبي تقول؟ أنا أقول الحمد لله على كل حال إن بقينا في القادم أجمل ومجهزين الكثير ورحلنا فالحمد لله على كل حال. جميل. الله يوفق الجميع. وياك موفقين. بمصر الله يطول عمرك. والله يا أخوك الحمد لله على كل حال مخرجنا فما هو بنهاية المشوار. أقرب مثال حي الحين قاعد نشوفه محسن بن تركي. طلعت من البرايم بسم الله عليك. هذاك تواصل نجاحك هنا. هذا مثال لكل إخواني إن لا أحد يحزن. أنا أولكم انطلعت فالحمد لله سامحوني وبيحوني على ما بدر. الله ان بقيت فابشروا بكل خير. يا سلام يا سلام يا سلام. وانت سالم عبد الله ما ادري احس اني بعيد كلام كل اسبوع. ما زود على كلام الشباب. اللي بيبقى الله يوفقه وان طلعنا الله ييسر امورنا. حلو 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 موفقين خير. عسى الله يوفقكم جميعا يا اخواني للي فيه الخير. طيب معنا فاصل احنا يا شباب. طيب نبي ناخذ فاصل الحين قصير وبعده نعود لإعلان المراكز والقرار بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود لكم مشاهدينا الكرام.